السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الأعزاء، اليوم جبتكم هذا المحل التجاري كيتواجد في جزيئة الماجد العوامة، محافظ بالتتر ديالو وعندو السدة. هذا المحل مقسوم على جوج، تتر واحد ولكن مولاهم قسموهم على جوج، مساحة 47 متر. هذا المحل الأول وهذا المحل الثاني، حتى السدة مقسومة على جوج. يعني هاد السدة هادي مقسومة على جوج، السدة الأولى هادي البوابة ديالها دريجات كتطلع فحالكم فوق، والباب الثانية كذلك عاوتاني كتطلع للسدة، حيت السدة كما قلت لكم مقسومة على جوج، كل حاجة عندها الباب ديالها بوحدها. المساحة 47 متر، خليكم معايا في الفيديو. عندو المكنة الماو الضو ديالو، هاد المحل فيه الثمن مناسب. خليكم معايا في الفيديو باش نصورو هاد المحلات ونصورو السدات اللي كاينين فوق. المساحة مزيونة فيها 47 متر، في الصالة ديالو مخيرة، العلو ديالو فيها شي 5 متر زيادة فيها، وفي صالة مخيرة تعمل شي كوافورة، شي حلاق، شي ساندويش، شي ملبانة، المهم اللي عملتي خدم لك هنا. تسمى البياس طوموبيل، المهم اللي عملتي تجزئة الماج ديال العوام طنجة. عندو واحد الطواليت ديالو كما قلت لكم بالمكنة الموضة ديالو. المحل فيه في صالة مزيونة كما قلت لكم، مولاه يعني قسمو على جوج، غير هذا الحيط هذا ها. هذا الحيط هذا هو مقسوم، عنده جوج ديال البيبان، حتى السدات مقسومين. هذا المحل الثاني كما كتشوفوا معايا، عنده كذلك الطواليت ديالو عاوتاني هنايا. هذه هي المعلومات اخوتي الاعزاز، اللي عجبو هذا المحل نعملو موعد مع مولاه تجي تشوفو، ما يكون غير خير ان شاء الله. 47 متر تبارك الله، والسده تا هي فيها 47 سده فوقانيه. هاد السده اللي كاينه فوقي المساحه ديالها 47 متر مقسومه على جوج ديال السكنات. غادي نطلعوا نصوروا السده. هاد السده نفس الفصاله اللي كاينه في السده اخرى، يعني فيها جوج ديال السدات. لا على بركه الله، لا ماشي واحد يشري هذا المحل ويستثمر فيه يكره. هنا كاينه واحد الكوزينه، ها هو الكوزينه غريفو ديالها. هنا كاينه واحد الحمام. السده مساحه ديالها 47 متر، يعني نفس المساحه اللي كاينه في المحل. يعني هاد السده مولاها قسمة على جوج، وخرج منها جوج سكنات، وكاريها 1200 درهم للوحدة. باقا سده أخرى هنايا بنفس الصالة اللي شفتو هنايا، راه باقا كاينة هنايا مور هاد الحيط، راه باقا سده أخرى عندها الباب ديالها كذلك بوحدة. اللي فيها كتسمى جوج سدات وجوج المحالات، يعني المحل فوق منو السده اللي فيها السكنة، ومحل تاني كذلك المحل فيها المحل فوق منو السكنة. هانا خوتي العز، تمن 62 مليون، شي واحد معقول مرحبا يستثمر فيها خوتي. عندو المكنة الماو الضو ديالو، نطلعو نصورو السدة الثانية، خليكم معايا خوتي. السدة الثانية كذلك فيها السكنة، هاد السدة كذلك نفس المساحة اللي كاينة في السدة الأولى، نفس الفصالة. مولاها كاريها ب 1200 درهم في الشهر، يعني بجوج بيهم كيدخلوا 2400 درهم في الشهر، دو السدات بوحدهم بلا محلات اللي كاينين تحت. اللي بغاه مرحبا. 47 متر يعني مقسومه على جوج، ثمن 62 مليون، فيها مفاهمه. السلام عليكم.